إيطاليا ولوبي قوي بالفعل، ولكن يجب التذكير هنا والتنويه بأن الحكومة اليمينية والأحزاب اليمينية الإسبانية ليست لها علاقات قوية مثلا مع جبهة البوليساريو الانفصالية، وليست لها علاقة مع أي حركة ثورية وانفصالية في العالم، وإذا موقفها هو أقرب مثلا من موقف واشنطن ومن موقف الأحزاب اليمينية والحكومة اليمينية على المستوى الدولي. حتى الحكومة الأمريكية بعد تغيير الحكومة أو الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي اعترف بمغربية الصحراء، ولما تغيرت الحكومة وتغير الرئيس وجاء بايدن لم يغير بتاتا من موقف الولايات المتحدة. السلام عليكم اصدقائي، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز في الخبر. في هذا الفيديو غادي نشوفوا على واحد القناه الالمانيه كيتكلموا حول الانتخابات القادمه في اسبانيا بين اليمين المتطرف وبين حكومه بيدرو شانسيز اللي كنعرفوا انه اعترف بمغربيه الصحراء، وكان واحد النقاش حول يعني التغيير اللي يقدر يكون. حنا كنعرفوا بان اليمين المتطرف نوعا ما معادي الى الوحده الترابيه للمغرب، وما عندوش يعني واحد الصداقه او واحد القرابه مع المملكه المغربيه، بقدر ما كنعرفوا ان حكومه شانسيز عندها واحد العلاقه يعني وطيده مع المغرب، يعني من اللي عطاهم المغرب واحد يعني واحد الدرس في التعامل مع الشركاء ديالو، طاعوا ورجعوا لبيت الطاعه، ويعني وختموها بواحد يعني واحد العلاقه اللي هي يعني وطيده وعلاقه يعني اللي فيها بزاف ديال المصالح للبلدين، ومن هذه المصالح هو ديال اعتراف حكومه سانشيز على الصحراء المغربيه. وكان واحد النقاش هنا في هذا الفيديو على يعني بان يعني الحكومه الجايه لو جات غيكون واحد المشاكل يقدروا يسحبوا الاعتراف، ولكن عطاو أمثلة ببايدن وأن يعني ترامب اللي اعترف بالصحراء المغربية وجا بايدن خلى الاعتراف، لأن ماشي اعترافات ديال الشخص وإنما اعترافات ديال الدولة وحكومة وديال يعني مؤسسات. وحنا كنعرفوا بأن المملكة الإسبانية الحكومة راه كاين وراها ملك البلاد اللي هو ملك ديال إسبانيا، وعنده واحد الصداقة مع ملك المغرب. أصدقائي، واحد الفيديو جد رائع، نخليكم تفرجوا فيه ونتلقاو من بعد الفيديو، والسلام عليكم. يعني هذه المرة في إسبانيا فعلا نرى بأن الانتخابات الإسبانية وكأنها انتخابات تجرى في المغرب أو الجزائر، وكما قال أحد الإسبان قال أنه لا نعلم أن وزير الخارجية الإسباني هو وزير لإسبانيا أو المغرب. هناك فعلا تداخل في المصالح. الجزائر مهتمة بالموضوع أكثر لأنه وكأنها صدمت، كأنها كانت تعيش شهر عسل مع إسبانيا، يعني كانت هناك اتفاقية كبيرة منذ سنة 2002. فالموقف الجديد الذي قام به سانشيز كان بالنسبة للجزائر وكأنه يعني طعن في النهاية في الظهر، كأنه ثاني تخلي على العلاقة، كانت علاقة ممتازة. ولذلك فأنا أعتقد أنها تنتظر، يعني لا أخفي عليكم سرا بأن مرشحها المفضل هو مرشح اليمين المحافظ، لكن هذا لا يعني أنه في النهاية بأن الجزائر هي الناخب الأساسي أو الناخب الأول. هناك ملفات أخرى أشرت إليها أعتقد هي التي تحدد سلوك الناخب الإسباني. تحدثنا عن ملف، يعني في هناك ملفات عدة، ولكن كان بارز أيضا، هنا أتوجه إليك سيد حسن لكي نتحدث قليلا عن العلاقات الإسبانية مع كل من المغرب والجزائر والسياسة الخارجية إن كانت ستتغير. كان من اللافت جدا إثارة قضية الصحراء الغربية في الحملات الانتخابية الحالية، أليس كذلك؟ الثابت التاريخي في إسبانيا كما نعلم قضايا السياسة الخارجية تبقى على جنب أو غائبة إلى حد ما، لأنه في النهاية هي لا تحشد الكثير من الناخبين، الوضع الداخلي هو ما يحشد الناخبين ويغير من مزاج الناخب. هذه المرة الصحراء الغربية كانت طاغية، لماذا؟ بكل بساطة لأن المغرب ليس يعني جزء من السياسة الخارجية الإسبانية بقدر ما هو في جزء كبير من جزء من السياسة الداخلية الإسبانية فيما يخص الشق الأمني، مسألة الحدود، قضية الصحراء. يعني هذه ليست قضايا خارجية بالنسبة لإسبانيا وإنما قضايا داخلية، فقضية سبتة وملينيا تشكل يعني هاجس كبير بالنسبة لليمين الإسباني، وهو خلال الحملة الانتخابية مثلا حزب فوكس اليمين المتطرف والذي تعطيه استطلاعات الرأي يعني المركز الثالث نعم في التي
المرجح أن يفوز بها تكتل اليمين الحزب الشعبي وحزب فوكس اليمين المتطرف، يعني يجعل من قضية سبتة ومليرية قضية محورية لأنها تتعلق من جهة بمسألة الأمن ومسألة الحدود، وهو هنا يضغط على حليفه الحزب الشعبي ليكون هذا الملف حاضرا بقوة إذا ما فاز اليمين بالانتخابات. إذن المغرب ليس جزء من السياسة الخارجية بقدر هو جزء من السياسة الداخلية الإسبانية، يعني كذلك في قضية الهجرة السر الهجرة السرية وقضية ضبط الحدود ومكافحة ولكن دعني أبقى مع لأنك ذكرت عدة نقاط مهمة، دعني أخذ نقطة نقطة. نقطة ملف الصحراء الغربية تحديدا، نحن نعلم موقف إسبانيا من الطرح المغربي، أتحدثون عن الحكم الذاتي في الصحراء الذي قيل بأنه أقرب حل إلى الواقع تحديدا. هل تتوقع أنت شخصيا أن يتم المماطلة أو التراجع عن هذا الموقف مع حكومة يمينية؟ كما ذكر الدكتور العبيدي، من الصعب جدا أن تغير الحكومة اليمينية إذا ما كتب لها النجاح أو الفوز بالانتخابات، أن تغير جذريا من هذا الموقف لعدة أسباب. أولا، المعطيات على المستوى الدولي تغيرت كثيرا، فبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول وكان آخر والكيان الإسرائيلي بمغربية الصحراء ودعم عدة دول منها ألمانيا على وجه التحديد وهولندا ودول أخرى لمقترح الحكم الذاتي، يعني تغيرت الأوضاع على المستوى الدولي، ومن الصعب على أي حكومة سواء فاز اليسار الإسباني من جديد أو فازت حكومة يمينية أن تغير من الموقف الجذري وتدخل في يعني صراع مفتوح من المغرب، لأن المغرب وضع من بين محددات علاقاته الخارجية موقف الدول من قضية الصحراء، وهو لا يمزح في هذا الأمر. يعني تغيير الموقف والتراجع عن الموقف الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية بطريقة فجة، يعني الصدام المباشر مع المغرب، وهذا لن يكون في صالح استقرار إسبانيا ولا في صالح استقرار المنطقة ككل. إذن ستحاول، في اعتقادي شخصيا، ستحاول الحكومة الإسبانية أن تضغط على المغرب للحصول على تنازلات في قضية الصحراء، ولكن تغيير الموقف كذلك ستحاول إفهام الجزائر أنه ليس من السهل عليها تغيير موقف، لأن هناك سيصبح من العبث تغيير سياسة خارجية لدولة بين عشية وضحاها، تطلع حكومة يمينية تقول لا، تطلع حكومة يسارية تقول نعم. إذن هذا يعني سيخلق نوع من الارتباك على مستوى العلاقات الدولية لإسبانيا. هذا ما سماه بعض المراقبين المماطلة الاستراتيجية واللعب ربما على موضوع العلاقة ما بين المغرب والجزائر. دكتور حسن عبيدي، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك في حال الحكومة، إذا أتت حكومة يمينية، ننتظر الانتخابات يوم الأحد، إن أتت حكومة يمينية وفي النهاية تريد أن تضغط كما قال ضيفي من مدريد على المغرب ولكنها لن تغير من موقفها، كنت أريد أن أقول المثل الذي يعني يطرح فكرة مصائب قوم عند قوم فوائد، فربما قد يستفيد الجزائر، تستفيد الجزائر في حال غيرت الحكومة الإسبانية موقفها من المغرب، ولكن إن لم تغير ماذا يعني ذلك للعلاقة وللغاز؟ يعني بالنسبة كما تعلمين الغاز لم يتوقف، صحيح أنه تم إعادة ما يسمى بتسعير شحنات الغاز، لكن الجزائر هي حريصة على أن تبقى كدولة وفية لالتزاماتها الدولية. نسبة التبادلات التجارية انخفضت بنسبة كبيرة جدا، 80%، وهذا فعلا كلف الاقتصاد الإسباني خسائر كبيرة، وجزء كبير من رجال الأعمال الإسبان يمكن أن يمارسون هذا الضغط. بالنسبة للجزائر، هي لا تنتظر تغيير موقف بقدر ما هي ترى بأنه لابد على إسبانيا أن تعود إلى موقفها الأول الذي هو منذ عقود كان الحياد، يعني أن التغيير إن صح التعبير، يعني ما تغير هو موقف سانشيز وليس ما يمكن أن يأتي بعد 23 يوليو. يوليو يعني ما الجزائر ما تريده هو هل نهاية. هل أفهم منك، عذرا عن المقاطعة، هل أفهم منك دكتور حسني بأن ممكن الموقف الآن من الطرح المغربي قد يتحول إلى 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 موقف إسباني محايد، العودة إلى الحياد والوقوف في الوسط؟ هل بالإمكان ذلك فعلا من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أن الوزير والرئيس الحكومة المنتخب الجديد سيعمل قصارى جهدي قبل كل شيء على تبريد العلاقة مع المغرب، يعني في النهاية أن لا يقول بأنه سيغير تماما ما قام به سانشيز، لكن في نفس الوقت فسينتظر، يحتاج إلى مزيد من الوقت إذا
أراد أن يعود إلى الموقف الإسباني التاريخي، وهو قضية الحياد والقول بأن إسبانيا تساند مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. هذا هو الموقف الإسباني التاريخي. هذا أعتقد الموقف ربما سترضى به الجزائر. لكن إذا رئيس الحكومة من وجهة نظر واقعي يقول بأنه لا يمكن التفريط بالعلاقة الجيدة مع المغرب وأننا لدينا منافع كبيرة وفي النهاية الجزائر يمكن أن نستمر على هذا النهج، فأنا أعتقد أن الجزائر ليست مستعدة حسب ما أقرأه وحسب ما ألاحظه عن بعد، لا يمكن لها كذلك أن تعيد العلاقة مع رئيس حكومة الجديد إذا لم فعلا يعد أو يعد بالعودة على موقف سانشيز. تنظر إلى الأمور سيد حسن من نفس منظار دكتور حسني عبيدي، خاصة إذا ما أتيت على ذكر مثلا التكتل الصحراوي أو ما يقال باللوبي الصحراوي في إسبانيا والعلاقة مع الحكومة الجديدة، إذا كانت يمينية سيكون أقوى أم أضعف كما كان الحال مع حكومة سانشيز حسب ما يقول بعض الصحراويين؟ وأتقاطع مع الدكتور عبيدي في عدد من النقاط، ولكن في قضية كما ذكرتم اللوبي الصحراوي داخل إسبانيا ولوبي قوي بالفعل، ولكن يجب التذكير هنا والتنويه بأن الحكومة اليمينية والأحزاب اليمينية الإسبانية ليست لها علاقات قوية مثلا مع جبهة البوليساريو الانفصالية، وليست لا علاقة مع أي حركة ثورية وانفصالية في العالم، وإذا موقفها هو أقرب مثلا من موقف واشنطن ومن موقف الأحزاب اليمينية والحكومة اليمينية على المستوى الدولي. حتى الحكومة الأمريكية بعد تغيير الحكومة أو الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي اعترف بمغربية الصحراء، ولما تغيرت الحكومة وتغير الرئيس وجاء بايدن لم يغير بتاتا من موقف الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه نقطة جد مهمة قد تؤثر على موقف الحكومة، أن كل الحكومات اليمينية الأوروبية يعني تترقب لموقف الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية في كل القضايا وخاصة في بعض القضايا الشائكة بعض النزاعات مثل نزاع، إذا سيكون من الصعب عليها أن ترجع للموقف الصعب. أين تتقاطع مع الدكتور حسني عبيدي؟ الأرض وعلى الواقع، وهذا بالفعل في بعض النقاط أتقاطع ولو على عجلة. السياسة الدولية ليست لاعبا وليست مزاجية، يعني لا يمكن لأي حكومة أن تغير من موقف السياسة الخارجية بين عشية وضحاها دون الرجوع إلى القواعد الحزبية، دون الرجوع إلى قوى سياسية أخرى، وهذا يعني كما تفضلتم بالذكر سياسة المماطلة الاستراتيجية في حين ترتيب الأمور على المستوى الداخلي وعلى مستوى العلاقات الدولية والمستوى العلاقات الخارجية لإسبانيا. طيب دكتور حسني عبيدي، يعني ملف الصحراء ليس هو الملف الوحيد الذي تترقب، يعني تنظر كل من المغرب والجزائر بترقب إلى الانتخابات المقبلة يوم الأحد، الانتخابات المبكرة. هناك عدة ملفات، نتحدث هنا عن الملف الأمني على سبيل المثال، وأيضا موضوع الهجرة. أعطيني رأيك بهذا الأمر، لأن ضيفي من مدريد ذكر نقطة جدا مهمة، هو قال إذا أتت حكومة يمينية سوف تضغط على المغرب أكثر وربما قد تطلب منها بعض التنازلات، مع العلم بأن المغرب لديه ورقة قوية مثلا ورقة اللجوء والهجرة. أعطيني رأيك. يعني أنا سأعطيك رأيي، لكن أعتقد يعني أنا أعتقد وأتمنى أن مشاهدي دتش دبليو هم أكثر يعني من الملايين، ولذلك من المهم أن نقول بأن ليست كل الدول تتبع الولايات المتحدة في اتخاذ قرار السياسة الخارجية، فلا أعتقد أن هناك استقلالية، والعديد حتى من الدول الحليفة لا في النهاية يعني لا تتبع يعني دائما الموقف الأمريكي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للملفات، يعني القضية الأمنية مرتبطة بقضية الهجرة، والاتحاد الأوروبي نجح في إعطاء أو تغليب المقاربة الأمنية لقضية الهجرة. أنا أعتقد أنه المغرب يعني في يعني علاقته مع إسبانيا ومع الاتحاد الأوروبي جد متقدمة، لا يمكن في النهاية إن كذلك أن يبقى بعيدا على المصالح المهمة جدا. أوروبا الآن بصدد التفاوض نحو اتفاقيات
تشبه اتفاقية مع تركيا والاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع تونس في قضية الهجرة. صحيح المغرب يستعمل هذه الورقة واستعملها أكثر من مرة دون أن يعطي ما تريده إسبانيا، خاصة فتح مركزي الجمارك في سبتة ومليليا المحتلتين. هذه النقطة المهمة، ولذلك فرغم أن المغرب يمتلك هذه الورقة، فأنا أعتقد كذلك أنه في نفس الوقت لا يريد في النهاية أن يحرق كل الأوراق الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وحتى مع إسبانيا بحكم اتفاقيات الشراكة. فورقة الهجرة مهمة، لكن يجب عدم كذلك المبالغة في أهميتها، لأن من مصلحة الدولتين الإبقاء على هذا التفاوض وهذا الحوار من أجل على الأقل إيجاد مصلحة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب من جهة ثانية. ما رأيك سيد حسن في ملف الهجرة تحديدا، هذه الورقة بيد المغرب، ذكرت بأنه يمكن الحكومة اليمينية أن تضغط على المغرب لتقديم بعض التنازلات، أي التنازلات؟ التنازلات ستكون بالخصوص في قضية ملف سبتة ومليلية، فهي ستحاول الحكومة اليمينية وخاصة لإرضاء هذا إذا ما فازت الأحزاب اليمينية، وأقصد هنا الحزب الشعبي وحزب بوكس، لأن حزب بوكس اليمين المتطرف يجعل من قضية سبتة ومليلية قضية جوهرية ومفصلية في برنامجه الانتخابي. إذا ما نجح الحزب الشعبي في تصدر الانتخابات كما يعني تشير إلى ذلك أغلب استطلاعات الرأي، سيحاول إرضاء حليفه بالضغط على المغرب ومحاولة استرضاء المغرب ببعض التنازلات للحصول على تنازلات في قضية سبتة ومليلية، وتأجيل يعني مطالبة المغرب أو تصعيد المغرب بالمطالبة باسترجاع هاتين المدينتين المحتلتين. هذا من جهة. في قضية فيما يخص قضية ورقة الهجرة، المغرب أبان أنه دولة قوية، دولة يعني بإمكانها ضبط حدودها البرية والبحرية، وهذا ما تشير إليه الإحصاءات خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت مثلا دول شرق البحر الأبيض المتوسط كوارث إنسانية ومآسي إنسانية بغرق المهاجرين غير الشرعيين بمئات المئات، غرق القوارب المتجهة من ليبيا ومن تونس وكذلك من الجزائر. يعني هذا يعد مأساة كبيرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي يعني تتحمل جزء من المسؤولية، ولكن المغرب يعني يمسك الاتحاد الأوروبي من الذراع التي تؤلمه، أليس كذلك؟ يعني هنا أريد أن أربط بموضوع لكي أكسب الوقت، موضوع اتفاقية الصيد البحري، يعني هو يربط هذا الأمر أيضا بموقف إسبانيا تجاه الصحراء. المغرب أبان للاتحاد الأوروبي وكذلك لإسبانيا على أنه يعني حليف موثوق به في قضية مكافحة شبكات الهجرة السرية، ولذلك الحكومة اليمينية المقبلة أو المحتملة لن تجرؤ على التلاعب بهذه القضية، وإلا ستكون لها عواقب وخيمة على مستوى الأمن الداخلي الإسباني، لأن قضية الهجرة مرتبطة كذلك بقضايا أخرى، قضايا مكافحة شبكات التهريب على كل المستويات، وأقصد هنا تهريب المخدرات، قضية المافيات المنظمة، وأي حكومة يمينية والتي قضية الأمن بالنسبة إليها في برنامجها الانتخابي قضية جوهرية لن تجرؤ على اللعب بهكذا أوراق، يعني ولكن بإمكانها أن تماطل ربما. دكتور حسن عبيدي، ما رأيك؟ لا أعتقد يجب مرة أخرى يجب عدم المبالغة، لأنه في النهاية هذه القراءة تعني أن هناك ابتزاز من قبل المغرب التي هي أصلا شريك مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، القول بأن إذا تم هناك تغيير فستكون هناك انعكاسات على الأمن الإسباني. هذا أصلا ما طرحه الاتحاد الأوروبي، يعني خرج بيان من قبل البرلمان الأوروبي كان يساند إسبانيا عندما فتحت الأبواب، ورأينا يعني مشاهد مؤلمة جدا للمئات من المهاجرين. أنا أعتقد أنه لا بد إعطاء دائما بعد إنساني لقضية الهجرة وعدم استعمالها سياسيا، لأنها في النهاية لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. نقطة ما أريد أن أقوله فقط أنه في النهاية هذه الانتخابات هي انتخابات صحيح داخل إسبانيا، لكن ليس فقط المغرب والجزائر
يراقبان هذه الانتخابات. حتى الدول الأوروبية ترى بأن لأنها في النهاية تحتوي على ملفات متعددة، الارتباط ما بين قضايا الداخل وقضايا الخارج، وكيف يمكن في النهاية، لأنه حتى الاتحاد الأوروبي الآن في مأزق في علاقته ما بين المغرب والجزائر، وبالتالي فعلا هذه الانتخابات هي مراقبة من قبل أكثر من دولة، ليس فقط لأن هناك حزب يميني متطرف سيصل إلى السلطة سيشارك ربما في الائتلاف، لأن هناك لأن الناخب الإسباني تعب أصلا، يعني سانشيز بقى أكثر من 4 سنوات وأنا أعتقد فيه كفاية، يعني لا هذا لا يكفي أن تكون شابا ووسيما وأن تدفع أموال، هناك يعني كذلك مرحلة مراحل أن الناخب يريد تغيير الوجوه وتغيير السياسات، ولهذا أعتقد البعد المحلي مهم جدا في هذه الانتخابات. ننتظر ونرى إذا كان سيبقى سانشيز أو ربما سيأتي يعني منافسه اليميني. الانتخابات يوم الأحد بالطبع سيكون لدينا تحليل في المسائية ما بعد الانتخابات ومآلات النتائج. شكرا أصدقائي مرة ثانية، كنت من الفيديو يكون الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك إلا عجبكم الفيديو والبارتاج، وخليوا لي الآراء ديالكم في التعليق، واللي ما مساكش فقط يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. نتلقى في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.